السلام عليكم، صحه فطوركم وصحه شربتكم كما يقولوا. راني عاود شيت عند شباب دي زد. هادي سي اون تونو تراديسيونيل مي موديري افيك اون توش موديري. هادي سي اون كرياسيون سبيسيال بور مو. انا نحب بزاف اللباس التقليدي. ميمي، كيفاش تفوتي نهارك في رمضان؟ لا روتين تاعي في رمضان ماشي هكذا كاع النهار، نوض عاد الظهر نقعد شويه نزيد نقيل ندير لا سيست ومن بعد نوض عشيه، بصح ماشي من الصباح العشيه ندير باوز. وتعرفي الطيبي؟ نعرف نطيب، نعرف نطيب، بصح واش نعرف نطيب؟ نعرف يوتيوب، نعرف ندير حريرة، نعرف زدت تعلمت شوربة صيفية. شوفي المهارات وين راحت. وشكون يغسل المواعين؟ معين الدالة أنا أختي. حريرة ولا شوربة؟ نبغي حريرة ونبغي شوربة. ماما تزيرية وبابا وهراني. والطبق اللي تفضليه في رمضان؟ أوه نبغي برقوق طاجين الحلو بشبح الصفرة. شامية ولا زلابية؟ شامية. حكينا على مسلسل يما الموسم الثاني. مسلسل يما شخصيه تاعي مينا كوشيدا، سي اون جون ايتوديونت اون جورناليزم دانفستيغاسيون. مدو لي سيناريو مدوه لي 2 mois avant le tournage. كان عندي beaucoup de temps pour les recherches pour tout ça. حللت الشخصيه بيان بكل ابعادها. ابري بليزور ريشيرش لقيت شخصيه تواكب بزاف الشخصيه هذه. هي شخصيه تاريخيه، هي نيلي بلي. هذه نيلي بلي سي امريكان. من بكري متمنيه وانت نقدر نامبليكيه في كاش في كاش غول، وجات الفرصه فوالا جي بروفيتي. انا ما نخرج بزاف على الشخصيه تاعي. شخصيه حبيتها بزاف، كنت في ديو مع الممثل والمخرج المسرحي فري مهدي محمد اللي لعب دور ابي مراقب شرطه اول، ساعدني بزاف. كانت عندي لا شونس انه طحت مع ممثل وين كنا نريبيتو بلا كام افون تورناج، وين كنا نريبيتو باسكو هو معسكر وانا وهران، ما كنا نريبيتو بلا كام. والله غير فرحت، شغل مخرج مسرحي وممثل وكاع. فري مهدي ما بوكو ايدي، مام مديح بالعيد المخرج اللي نحيي، كنت خدمت معاه ديجا في الخوا وثاني سيتاني في ما دو ان شاء الله بور دوتر بروجي. مجموعه كبيره من الممثلين وين كانوا ستاج فيرمي بوندون ان موا وريبيتاو وخدموا ما خدموا عليه، وين شافوا الثغره وين في ما ان بور موا مشروع ناجح. حي كاع اللي ساهموا في انجاح هذا العمل. واش راني نشوف لي كومونتير دي فوا كي يكون تلعب الحلقه سور يوتيوب يديروا ديريكتومون اون ديريكت، بغي هكا نسنس نقلعاج كيما نقولوا. رحت شفت لي كومونتير، شفت دي كومونتير ملاح بوزيتيف، فرحت ما نكذبش عليكم، فرحت ونفرح انا من يتفاعلوا من بزاف لي جون. كانوا دي زيكو ملاح. الحمد لله الحمد لله، هذا بفضلكم. ميرسي بوكو، ميرسي لكاع الناس اللي دعمتني اللي عاونتني اللي ساعدتني اللي دارت ان كومونتير بوزيتيف اللي قالت الله يسهلها كاع. ميرسي بوكو، شكرا لكم. واش رايك ممثل ولا ممثل وصانع محتوى؟ سي دو كارير ا جيري او ميم طون، سي لا كارير ديجيتال اي لا كارير ارتستيك. جو دير دو كوميديان سي ابار. ودوكا لازم نعرفوا بلي هادي راهي ترفد هادي، سي لي دو اكستريم. يعني انه انسان اللي ميم هذاك اللي يدير لي ستوري راه يتفنن باش يكون برك في علمنا. انه لي ريزو سي فريمون سي لا نوفيل توندونس، سي لا ريفولوسيون، سي ان اوتر موند، سي ان نوفو تشالنج. انا ما نكذبش عليكم، انا في الديبيو كانت تجيني انه انا ندير ستوري ولا ما عباليش، ولا لانه عندي صوالحي، عندي وين نمد، عندي خشبه، عندي وين نروح نريبيتي، عندي ديسان اوفرت وين نرودي مي تيكست، عندي بوك، عندي بلايص نقدر نتبهلل بصح تجي عليا باسكو ني في بلاصتي. ما نكذبوش على روحنا. دوكا بروديكتور يقدر ينيغوسي كونطرا بنو نومبر دو فولور، وباش بزاف ما نروحش في الاوفر، وباسكو دوكا الانسان يتحاسب على كلام يقولو كلام يقولوش. برك راني نهضر على نفسي انا واش راني معوله باذن الله. pour plus de visibilité pour la promotion تاع الفنان لازم يكون اجور في صفحات ديجيتال، يعني في لي بلاتفورم هادو انستغرام فيسبوك، هادو يزيدوا يساعدوا اضافه للفنان. انا ندير مسرح وتعبت وهادي وهادي وهادي، لكن نشوف بلي اون باراليل هادي راهي تنجح نيتيليزيها كطريقه ونكمل مساري، ما نحبسش ما نستوبيش. نروحوا للسبيكتاكل تاعك. نحكي لكم على لو سبيكتاكل تاعي اللي راني نوجد فيه واللي راني نخدم عليه من سبتمبر اللي فات. ريبيتيته تاكس تاع العمري كعوان الممثل والمخرج المسرحي، اخراج العمري كعوان، وراني في اخراج ثاني. شو تاعي راح يكون فيه 1h 1h15 ان شاء الله. يحكي على ممثله مسرحيه والكاستينغ تروح له ما صدقلهاش، راحت على كاستينغ تاع فام دو ميناج في التياتر، لكن ديال مؤتقنه الدور شدوها فام دو ميناج بوندون بليزور اني، وتحكي على قصصها
راسها. نشكر كامل ليكيب تكنيك ما تخوك اللي راهم واقفين معايا. ان شاء الله نحقوا واش رانا حابين، وراح ندير ان شاء الله باذن الله دي روتين تاع لي ريبيتيسيون. ان توكا جو في ديتاي تو سا سور ستوري سور لي ريزو. كلمه اخيره، ميرسي لكم شباب بزاف، كل ما نعيطهم يقولوا مرحبا، ميرسي بوكو، نتمنى لكم النجاح. انت ديجا راكم فيها ما شاء الله.